أرادوا إطفاء ذاك النور لست تدري ما صدر فاطم وليا ولي ما المسمار وما حال ضلعها المكسور ما سقوط الجنين ما حمرة العين وما بال قرطها المنثور ليش ما نسمع ونينمنا ولا نسمع كلام إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام لو يا أسمى سافرت عنا وخلتنا أيتام والشهيد يصيح لتفاول ترى قلب انكسار يا ابن أمي كلامك لا يكون فالها فال السلامة وريت علتها تهون قال خويا من نحيلة وبهضها ضرب لمتون نسأل الله الضلع لمكسر من الزهر انجبار وين يا ابن أم السلامة والجسد منها نحيل والضلع منها مكسر والصدر دمه يسيل ظنتي يا نور عيني اليوم والليلة وتشي والأسف ما وصلت العشرين خويا من العمر صاحت أسماء يا أولاد المرتضى وروح الرسول ذاب قلبي ما قدر أحكي لكم يا ساداتي شقو لكن الحجر ادخلوها وعاينوا حال البتو بالعجال ودوا لبوكم يا ضوى عيوني خبر المصيبة على الزهرة يوم ديخ لو عاينوا همددت على الزهرة يوم ديخ لو عاينوها مدد نايمة نومة الموت وساد ما هي موسد بالمصلى وحق قلبي مسدل عليها الرد خروا عليها ومدامعهم تهل شبه المطر يقلها قعدي 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 يا مكسورة الضلعين يا ويلي يا ويلي والله قعدي يا مكسورة الضلعين ناديك يا زهرة ونحسين ما كانت العادة عن أولادك تصدين يا قلب ذوبه يا دمعي على الصاحة يا فضة انكسار